لذلك لا نستغرب اليوم الناس يخافون. إذا ربط المؤمن بجميع ما يحدث اليوم في الدنيا يجد أن المخاوف زادت، لأن الطمأنينة إلى شرع الله نقصت، وهما أمران متلازمان. الذنوب لها شأن، لكن الطمأنينة إلى الدين والشرع والاعتقاد والتوحيد وما كان عليه أئمة الإسلام، اليوم في أناس يتنكرون للدين، يعتبرونه أساس بلاء على الناس، وأن الناس تعيش في غير ذلك. الدنيا يصلحها العدل، دنيا الناس، لكن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان، قلب لا يطمئن إلا بالإيمان. لكن حياة الناس نعم يصلحها العدل، ويطمئنون في نظرتهم لبعضهم بالعدل، لكن النفس لا تطمئن إلا بالإيمان. ولهذا يجب علينا أن نعلم أن ما جاءنا من الخوف هو بذنب عملناه.